مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا. بسكويت 300 غرام، أي نوع بسكويت متوفر؟ بنطحنه بالخلاط وبنوضع 150 غرام زبدة، 150 غرام زبدة سايحة. وإحنا مش محتاجين الخلاط، ممكن نعمل بسكويت بيدوي، ندقه ونحطه بباكيت نايلون وندقه يدوي ونخلطه يدوي. إذا غير متوفر الخلاط أو الماكينة غير متوفرة، مش ضرورية الماكينة. بنسكب البسكويت تقريبا 15 كاس، إجا 15 كوب. مثل ما انتم شايفين بنعمله بالكوب حتى يتماسك. جبنة كريمية، اي نوع متوفر عندكم. ممكن استخدم الجبنة هذه. نخلط الجبنة، بنوضع زبادي 300 غرام زبادي يوغورت، ونخلطهم مع بعض حتى ينسجموا. ونوضع سكر 100 غرام سكر بودرة نص كوب، وفانيلا 5 غرام معلقة صغيرة، أي نوع فانيلا بودرة أو سائلة. والجيلي نعمل الجيلي قبل بنص ساعة حتى يبرد. طبعا الجيلي نسكب الجيلي، عبوة جيلي تقريبا 85 غرام، 80 غرام العبوة. بنوضع تقريبا نص كوب ماء عليها، ماء ساخن، نتركها حتى تبرد. نخلط المكونات مع بعض حتى تنسجم يدويا مثل ما انتم شايفين، يعني تقريبا دقيقة هيك. المكونات صارت جاهزة. هلا بنعمل الكريمة. الكريمة 300 غرام كوب ونص تقريبا أو 300 ملي. نخفق الكريمة حتى ترتفع. يجب أن لازم الكريمة تكون في الثلاجة قبل ما نشتغل فيها. الكريمة ما بتتحمل حرارة. طازجة، وممكن تستخدم هذه. إذا الوصفة بدها 300 غرام كريمة، حط لها 150 غرام بودرة و 150 غرام حليب، بتصير 300 غرام. نفس الشيء. هيك صارت جاهزة الكريمة. نضيف المكونات السابقة على الكريمة. نسكبهم مع بعض ونحركهم بهدوء تقريبا دقيقة. أخذوا تحريك بهدوء بهدوء، وهيك صارت جاهزة. هلأ بنسكب الكريمة. طبعا كمية تقديري، نسكبها ونوضعها بالثلاجة حتى تبرد وحتى الجلي يبرد تقريبا ساعة. هيك بنعمل الجيلي، نوضع التشيز كيك في الثلاجة وبنعمل الجيلي. نوضع 3 عبوات جيلي تقريبا عبوة 85 غرام، ونوضع 4 كوب ماء ساخن، وبنوضع بذور تشيا تقريبا معلقتين. بذور تشيا لها فوائد كتيرة، ممكن تقرأ عنها، أنا ضفتها لأنه لها فوائد كتيرة. نسكب الجيلي بعد ما برد، بعد بساعة الجيلي برد، نسكبه ونرجعها للثلاجة تقريبا 3 ساعات. وهيك شكلها النهائي، وهي روعة روعة. جربوها مع التشيا، هو مفيد، بذور التشيا مفيدة كتير كتير. اقرأوا عنها. وصحة وألف عافية، كل عام وأنتم بخير. أتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.